السلام عليكم. زار والي ولاية وهران مشروع تاع تهيئة جبل المرجاجو بوهران، أين سوف ينشأ المجسم الضخم للأمير عبد القادر إذن في هذه المنطقة، وكذلك فيه المحطة الأخيرة للتليفريك تاع وهران، إذن في هذا الموقع الاستراتيجي والهام جدا واللي يقع في العلو 800 متر ارتفاع على سطح البحر، إن في هذه المنطقة يتم حاليا تهيئة حديقة كبيرة جدا في هذه المنطقة، والأشغال راهي ماشية إذن اللي تفقدها اليوم الوالي تاع ولاية وهران. أترككم تتابعون ما تبقى من هذه الزيارة، والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. العديد يعني من المشاريع تاع التهيئة سواء مساحات الخضراء أو مناطق التنزل، يعني فيها الأشغال تجري على قدم وساق على مستوى الولاية تقريبا. وهذا المشروع من المشاريع اللي احنا عطينا أهمية كبيرة نظرا للأهمية نتاعو، وكذلك هذه المنطقة اللي تعتبر يعني مقصد كبير من طرف السواح. انتم شفتوا يعني اليوم وفي نهايه اليوم يعني كثير من السواح متواجد على مستوى عالي جبل المرجاجو، ولهذا ارتقينا ان نقوم بكل هذه الاشغال هذه ان شاء الله. اليوم لاحظنا باللي باش فيه تقدم يعني الاشغال حوالي 60%، واتخذنا القرار كذلك بالاستعداد كذلك لاطلاق يعني الجزء الثاني او المرحله الثانيه من العمليه تاع التهيئه تاع هذه المنطقه السياحيه الرائعه. ونظن بلي باش ان شاء الله يعني في الموسم يعني في الشتاء القادم ان شاء الله شهر صافي تكون هذه المنطقه مهيئه يعني 100%، باش تكون بلي باش يعني هي جاذبه للزوار وعدد كبير، خاصه انها يعني مربوطه مع مدينه وهران بخط التليفريك، وهذا يعني يزيد يشجع كذلك يعني المواطنين باش يجيو لهذه المنطقه هذه، اضافه الى يعني تواجد كذلك الجانب الامني على مستوى المنطقه هذه، يعني بعد ما كانت سنوات وسنوات شبه مهجورة، فتوفير الأمن على مستوى المنطقة كذلك زاد تشجع يعني الناس باش تجيو إلى عالي جبل المرجاجو للاستمتاع بهذه المناظر الجميلة جدا.